بعد عام على انتهاء الحرب الأهلية الثالثة التي عصفت بجمهورية أفريقيا الوسطى، هدوء نسبي يسود في بانجي العاصمة، على الرغم من اتفاق لوقف إطلاق النار في تموز يوليو ووجود القوات الدولية في البلاد، هناك الكثير من التوترات. في المستشفى العام في بانجي في قسم الطوارئ تتواجد المنظمات غير الحكومية. رافقنا منظمة أطباء بلا حدود. ماذا فعلوا بك؟ اعتدوا علي بمسدس. أطلقوا عليك رصاصة بندقية؟ أحيانا نستقبل مصابين أو ثلاثة في آن واحد. مؤخرا الوضع هادئ بعض الشيء، لكننا نستقبل يوميا هذا النوع من الإصابات، جروح بالأسلحة النارية وبالسكاكين. المجازر التي تلت انقلاب آذار مارس عام 2013 تركت آثارها. تحالف سيليكا، متمردون أغلبهم من المسلمين بقيادة ميشيل غوتوديا، شاركوا في الأعمال الوحشية غير المسبوقة ضد المدنيين من غير المسلمين. ميليشيات الدفاع عن النفس، مكافحة بالاكا أو أنتي بالاكا، أغلبهم من المسيحيين، ارتكبت هي أيضاً أعمالاً وحشية ضد المسلمين. الصراع أدى إلى مقتل 5000 شخص ونزوح أكثر من 800,000 داخل وخارج البلاد. الكثير من المجتمعات الإسلامية كانت تتركز في الشرق، والأغلبية غير المسلمة تتركز في الغرب وفي العاصمة. في مخيم إمبوكو بالقرب من مطار بانجي أكثر من 100,000 نازح. الكثير ذهب إلى المنفى والقليل منهم عادوا إلى ديارهم. أشخاص من الطوائف غير المسلمة في بانجي فروا من عمليات ابتزاز سيليكا السابق. بعض المنازل دمرت وبعضها أحرقت، الأشخاص نهبوا الذين هم في موقع إمبوكو. حالياً 20,000 من النازحين بلا سقف بلا مأوى، إنهم يعانون لا يملكون شيئاً، لذلك لا يعودون إلى ديارهم، بالإضافة إلى انعدام الأمن في البلاد. لا يمكننا الخروج بسبب انعدام الأمن، بمجرد عودة الأمن ونزع السلاح سأعود إلى المنزل. هناك قلق كبير في مخيم إمبوكو التي تريد الحكومة أن تغير موقعه. توزيع الطعام توقف مع ازدياد انعدام الأمن. المستشفى التي أقامتها منظمة أطباء بلا حدود توفر الدعم النادر للنازحين، فالوضع الصحي مقلق جدا. سنتوجه إلى غرب البلاد، منطقة 90% من السكان من المسلمين، طردتهم ميليشيات أنتي بالاكا بعد المجازر التي ارتكبها تحالف سيليكا. الباقون هم الذين يحتمون في الجيوب النادرة التي تحميها قوة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى. الله أكبر. في بلدة كارنو في هذه الكنيسة حوالي 600 من المسلمين ينتظرون منذ أشهر العودة إلى ديارهم. لا مجال للمغامرة بعيداً خوفاً من التعرض للهجوم. رئيس بلدية كارنو يسعى جاهداً لاستعادة الهدوء في المدينة بالتعاون مع وجهاء كل الطوائف وقادة أنتي بالاكا. ليس بعيداً عن الكنيسة بيوت المسلمين المشردين سكنت. إنه إجراء احترازي ضد اللصوص ومسببي الحرائق، يقول رئيس البلدية. فعلنا كل شيء للحفاظ على هذه المباني مع مجلس الشيوخ والقس. هذه البيوت ملكية خاصة، في غياب أصحابها علينا المحافظة عليها لغاية التوصل إلى مصالحة. الجميع بانتظار المصالحة، أكثر من النشاط الاقتصادي الذي أصبح في حالة من الجمود. الحالة الصحية الكارثية منذ فترة طويلة في تفاقم مستمر. هنا كما في أماكن أخرى في البلاد، منظمة أطباء بلا حدود تحل محل المرافق الصحية الضعيفة
الملاريا والتهابات الجهاز التنفسي ومرض الإيدز هي الحالات اليومية في مستشفى كارنو. حالات سوء التغذية بين الأطفال شائعة. خلال الأحداث تلقينا حالات أقل لأن بعض الأهالي تركوا بيوتهم. هناك من كان في الغابة وآخرون حاولوا الاختباء. الأحداث لم تسمح لهم بالزراعة، ما أدى إلى عدم توفير الطعام للأطفال. منذ عودة الهدوء النسبي بدأنا نستقبل المزيد من الحالات. الفقر يتناقض مع الثروة المعدنية في المنطقة التي تعتمد إلى حد كبير على صناعة الماس. في جمهورية أفريقيا الوسطى حظر تصدير الأحجار النادرة مستمر لصالح تجار من جميع الأنواع. الجريمة أصبحت شائعة. على الطريق الذي يمتد من الغرب إلى حدود الكاميرون، نهب القوافل التجارية والإنسانية مستمر وبشكل منتظم. وصلنا إلى بربراتي، ثاني أكبر مدينة دون وقوع حوادث. هنا أيضاً الموت بانتظارهم والاحتياجات الصحية هائلة. اليوم يأتون إلى المستشفى أكثر لأنها أصبحت مجاناً. في البداية كانوا يستخدمون العلاجات التقليدية المنزلية. علاج الأطفال مجاناً يشجعهم على القدوم إلى المستشفى، وإلا فإنهم لن يأتوا. منظمة أطباء بلا حدود توفر الدعم أيضاً للمراكز الصحية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، كما هنا في حي بوتو بوتو. انخفض عدد المرضى منذ أن تم طرد المجتمع المسلم وتم تدمير المنازل والمساجد، رداً على المجازر بحق المدنيين من غير المسلمين المرتكبة من قبل سيليكا خلال الصراع. من الصعب تصور العودة إلى التعايش، يقول رئيس المركز الصحي. الآن الناس الذين يعيشون هنا هم أشخاص بلا منزل لأن أصحابها تركوها، جاءوا لاحتلال منازلهم، وآخرون استغلوا الفرصة لتدميرها. سنلتقي بالذين يقدمون أنفسهم على أنهم من أونتي بلاكا في هذا الحي. شباب ساخط، الكثير منهم مدمن على الكحول والمخدرات، يقولون إن الجرائم التي ارتكبت هنا لا تختفر. سأذبحهم هكذا، الرأس هكذا. أنا شخص غير منضبط، دمرت منازل المسلمين هناك. نقدم الموت لمن يبحث عنه، إن صادفت مسلما سأقتله. في ثقافية بربراتي يوجد 350 من المسلمين الذين بقوا في المدينة. لا يمكن أن يغامروا بالخروج لأكثر من 200 متر من البوابة، فالهجمات متكررة على الرغم من التهديدات التي يتعرضون إليها. الأسقف وفريقه يلتزمون بحماية ضيوفهم مهما طال الزمن. إنهم يدعون أيضاً للمصالحة ضد سوء الفهم الذي دفع ثمنه جميع المدنيين. إنه صراع سياسي، استخدموا الدين كذريعة لتغطيهم، هذا هو كل شيء. دون حصول هذا لما تصارعت المجتمعات. نسعى لنوضح أن الجميع لديه حرية الحركة، لكن هذه الرسالة لم تصل بعد إلى أذان بعض الذين يسيطرون على الوضع. هذا هو ما يؤلمنا، لكننا سنواصل. الخوف في كل مكان. عبد الرحمن وصل قبل بضعة أيام، اختبأ في الأدغال لعدة أشهر. قال إنه تعرض لهجوم بساطور بعد أن حاول رؤية قريته المدمرة، لكن على الرغم من محنته لن يفقد الأمل. نحن في جمهورية أفريقيا الوسطى، لا فرق بين المسيحيين والمسلمين. الشيطان هو الذي دخل بيننا، نأكل معا ونرقد معا. مسلمون ومسيحيون، السياسيون هم الذين يرتكبون الأخطاء، لكن الوفاق سيعود.